غادي ندوزو على بركة الله. الأول حاجة غنوجدوها هو الدجاج ديال البسطيلة، بسيطلات بالدجاج واللوز. فهنا خديت يعني دجاجة من وزن 2 كيلو، فغادي ندير فيها العطرية التالية البنات. الله يكون غير بعين قادو هكا. صافي غادي ندير الخرقوم، غادي ندير شويه ديال العطريه اولا مروزيت الدجاج، شويه ديال البزار، سكينجبير. بالنسبه ليا انا كنطيبو بحال طياب الصفر، يعني راه ما تنقليه ما والو البنات. كندير العطريه ديالي كامله صافي، وندير واحد كويس صغير ديال الماء. صافي غادي ندير دابا شويه ديال السمن، ندير شويه ديال الملح، وغادي نطمط الزعفران، وغادي ندير واحد غير 2 بصيلات دابا باش غيطيب لي الدجاج، ومن بعد عاد غادي نزيدو البصله. غندير واحد كاس العنبه ديال الماء، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان، عاد ندخل العطريه في الدجاج. صافي وغادي ندير الزيت وغنسد عليه، سمعتوا؟ يعني ما غنقليوه ما والو البنات، غير تبعوا هاد الطريقه راه غتجيكم زوين. ندخل فيه غير وكان العطريه، هاد البسطيله اللي غندير معكم اليوم غندير فيها البيض عكس البسطيله اللي كنت موجده معكم شحال هادي، لان حتى السيده اللي بغات لها هاد لاكوموند بغات فيها البيض. صافي غادي ندير دابا واحد تقريبا واحد كاس الزيت، لانه غادي يبقى ليا فيه غنكمل طياب البصله والبيض كلشي، يعني من دغميره وحده. صافي عرفتوا دابا اش غنديروا ليها البنات؟ انا ما كنديرش الربيع، اللي بغى يدير الربيع يديروا قبطه، ما يديروش مقطع، بقات لي حاجه وحده عويدات ديال القرفه وشويه المسكه حره. فهنا كيف كتشوفوا غادي نضيف واحد 2 عويدات ديال ولا 3 ديال القرفه، وغادي نضيف شويه ديال المسكه حره. تنسم يا لحم يا دجاج بشكل زوين، تتجي كاع ديك الطيبه اللي غندير في الاخر كتجي حتى في الدجاج. فدابا صافي غادي نسد عليه صافي، ونشعل عليه النار ونخليه يطيب على عافيه مهيله نص ساعه، وغادي نتلقى. كيف كتشوفوا البنات الدجاج ديالنا دازت عليه نص ساعه، فصافي غادي نحل عليه. باقي ما بردتش مزيان. هنا كيف كتشوفوا اللوز ديالي، خديت هنا واحد 300 غرام ديال اللوز، هاد لان لا كوموند فيها غير بسيطلات صغار كيف شفتوا، 300 غرام ديال اللوز. السيده طالبه غير 6 ديال البسيطلات، غتشوفوني كثرت الدجاج لان بغيت ندير ليا حتى انا للدراري. هنا كيف كتشوفوا الدجاج ديالنا من بعد ما كيطيب، فهمتوا؟ ها هو طاب، شفتوا طاب مزيان، ها هو بدا كيتفرتت هنايا، يعني غير تنقصوا عليه البوطه وتخليوه نص ساعه كيطيب كامل. فدابا غادي نحيدو انا من الطنجره وغادي نتلاقاو. فهنا البنات من بعد ما حيدت الدجاج فها هو شفتوا كيجي محمر وطايب مزيان. فدابا غادي نخليه حتى وكان يبرد، وغادي نقطعو طريفات صغار يعني ديال البسطيله. دابا في هاد المريقه هانتو اللي بقات ليا غادي ندير
واحد الكيلو ديال البصله اللي مقطعاه هكا شنانف ماشي مشلضه. كيلو ديال البصله وغادي نشعل عليها البوطه وغادي نزيد فيها شويه ديال القرفه وشويه الخرقوم يعني شويه شويه من ديك العطريه لان العطريه اللي كنا دايرين راه هزات دجاج. خرقوم البزار صافي وغادي نشعل عليها النار وندير نزيد شويه المرزيه ديال الدجاج صافي غادي نشعل عليها البوطه ونخلي البوطه مهيله ونخليها هكا طيب ليا حتى هذا يعني توقف هاد البصيله وتدغمر وتطيب وعاد نوليو نضيفو السكر. فما تضيفوش السكر من هاد المرحله البنات الا ضفتو السكر من دابا راه غادا تعنزز ما نزيد لا ما لا والو. هنا البنات غنزيد واحد المعلقه ديال الزبده مع البصله صافي وغادي نخلي البصيله ديالي طيب غادي نغطي عليها ونخليها حتى وكان طيب وطيح ليا مزيان عاد غادي نتلاقاو البنات باش نكملوا طريقه التحضير ديالها وتعسيرها. كيف كتشوفوا البنات من بعد ما طاحت ليا ديك البصيله كامله انا درتها في مقيله بحال هكايا ودابا غادي نولي نضيف عليها داك السكر ونخليها تعسل ليا مزيان. تقريبا هنا ندير واحد نص كاس ديال السكر اولا ممكن ديروا العسل البنات. وغادي نزيد هنا في هاد الوقيته غادي نزيد القرفه بعدا مسكه حره نزيد شويه القرفه من مره اخرى القرفه ديال التعسال دابا وغادي نزيد واحد القطرات من روح الزهر البنات كيجي زوين بزاف بزاف دائما كنشاركوا معكم هذا ها جوج نقيطات ديال روح الزهر صافي وغادي نخليها دابا نحرك وما نوقفش على التحراك كل مره كنحرك حتى وكانت تعسل ليا البصيله وتدغمر وتوقف في الزويته ديالها. صافي ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوريكم اشنو غادي ندير لهاد البصله ملي غتعسل ليا. ضروري البنات هذه هي المرحله ماشي صعيبه وانما كتشد الوقت خاصها تعسل ليا مزيان هاد البصله وتوقف في الزويته ديالها ما يبقاش فيها الماء. هنا كيف كتشوفوا البنات شوفوا البصيله ديالنا شوفوا تعلكات ما بقاش فيها الماء ملي كندير المقله هكا صافي ما كتبقاش ترجع. هذا شنو هو الزويته ها هاد الزيت اللي تجمع ليا انا كثرت الزيت وداك الكاس وديك الزبده اللي زدت علاش لان هاد الزيت كنزيدو في الزيت اللي كنورق به البسطيله ديال الدجاج فهذا انا كنكثر الزيت لانه هو اللي كنورق به كيكون منسم هو اللي كندهن به الورقه ماشي هو اللي كنورق به البنات سمحوا لي. فغادي ناخذ شويه من هاد الزيت ها انتم شوفوا ها راه ماشي ما راه زويته يعني البصيله ديالنا راه تعقرات ها انتم غير شويه باش ننسم به الزيت اللي غادي ندير بها ها انتم راه غنصفيه من هاد البصيله طبعا راه ما غاديش نخليه بها صافي. ودابا شنو غادي ندير غادي ناخذ هاد غادي نخلي فيه بعدا شويه الزيت لانني غندير هادي بالبيض السيده بغاتها بالبيض صافي. وغادي ناخذ هاد الدغميره هادي البنات غنقسمها على جوج نص غادي نحيدو نديرو في زلافه غادي نزيدو الدجاج اللي فردت والنص الاخر اللي غيبقى ليا في المقله هو اللي غادي ندير فيه البيض ها انتو غادي نقسمها على جوج شوفوا كي ولات معلكه شوفوا خدات داك اللوين الزوين اللي انا باغا ها انتو قسمتها على جوج فالنص ها هو درتو في زلافه والنص ها هو غادي اللي غنزيد على الدجاج وهذا اللي بقى ليا في المقله دابا هو اللي غادي نضيف ليه البيض ديالنا. شوفوا البنات هذيك البصيله اللي بقات ليا في المقيله ها انتو شوف بقات غير الزويته ضروري هاد المرحله خدات ليا نص ساعه وانا كنحرك فيها
وحتى ولات مدغمره، انا كي شفتو نقصت منها. دابا غادي نضيف لها 6 ديال البيضات، ندير بالوحيده بالوحيده حتى وكان تخلط. ما نديروش البيض كله في مره واحده ونرميه وكيطلق الماء. صافي غادي نضيف الباقي وغادي نبقى نخلط فيها ونخليه حتى وكان يطيب. بعض المرات راه تيطلق الماء نخليه حتى ينشف يعني ويطيب لينا، ما نفوتوش ليه ثاني الطياب. الا فوتنا ليه الطياب يطلق لكم الماء بزاف البنات. صافي غادي نبقى نخلط فيه بحال هكا. وفي هذه المرحله انا غنزيد واحد المعلقه ديال الزبده غادي نخليه يطيب مزيان. غادي نزيد واحد طريف ديال الزبده غير صغيور، وممكن حتى في هذه المرحله تزيدوا شويه ديال القرفه. صافي غادي نخليه يطيب ليا، ومن بعد ضروري هذا البيض ديروه في صفايه وتصفيوه باش يطلق داك المويه اللي كتكون فيه ولا فيه شي سوائل تحيد باش ما تقطعش لينا الورقه وما تجيش الورقه فازقه وباش تقرمش لينا الورقه. ها انتم شوف ها هو راه ما طلق ليا لا ما لا والو، شفتوا. غادي نزيد واحد شويه ديال القرفه صافي. غادي نحرك اللي بغى يضيف الربيع في هذه المرحله يضيف الربيع، انا ما بقيتش كنديرو. ها شوف ها هو طاب وطالق غير داك اللي دام ديالو الزيت وديك الزبيده اللي ضفنا. نخليوه مزيان يطيب ويتعلق، عاد حتى هو نحيدوه وغنديروه في شبيكه ونخليه يتصفى وندوزو نطلقاو باش نعمرو الوريقات مع بعضياتنا، نعمرو البسطيله مع بعضياتنا. هنا البنات دابا من بعد ما طاب ليا كلشي الدجاج ها هو فرتتو، فغادي نحطو هنا هذا الاناء وغنجمع فيه كلشي الا اللوز البنات. غادي نضيف ليه هذيك البسطيله شفتو اللي مدغمره، انا باقا ما ضفتهاش ليه باش ما يجيناش الدجاج ناشف. صافي غادي نخلطها معاه كطري حتى هي الدجاج ويجي حتى هو فازق. ودابا غادي نضيف هذاك البيض. ها انتم شوفوا كي كيش شفتوا كيتعزل، ومني كتخلطي كل شيء هنا مع الدجاج ما تيبانش راه فيها البيض كاع البنات، مع انني انا راه ما بقيتش كنبغي ندير فيها البيض، لكن ديما غندير السيده اللي باغاها طالبها بالبيض. صافي دابا غادي نخلط كلشي ونخلي الحشوه تبرد ونطلقاو باش نبداو نعمرو مع بعضياتنا. هنا كيف كتشوفوا اللوز اللي قليت ليه وريتكم كنت كنقلي فيه راه طحنته هرمشته مع شويه الزهر شويه المسكه حره شويه السكر، وهنا درت القرفه وغادي نولي نضيف ليه هاد اللوز حتى هو باش يجينا منسم شويه من هاد الزيت اللي نقصت اللي غادي نزيد عليه الزيت وبه ندهن الورقه. شفتوا يجينا كلشي منسم. صافي ها المراحل كلهم ها هما درناهم. غادي نخلي الدجاج ديالي يبرد وغادي نتلقاو باش نعمرو البسيطلات ديالنا. كيف كتشوفوا البنات انا بديت كنعمر، غادي نوريكم الطريقه ديال التعمار. هنا خديت هاد الغلاقه ديال هاد القرعه هي اللي غناخذ عليها القياس اللي باغا انا، كله جاني قد هكا البنات هانتو. فخديت الورقه ديالنا ف
فهنا خديت الورقه ديالنا وقطعتها هكا مثلثات، فانا جابوا لي الورقه كبيره فغادي تقطعوها هكا. انا غادي نخدم بالطريقه ديال المقطع على شكل مثلثات كتكون سهله. غادي ناخذ هذاك الزيت اللي قلت لكم، ها هو الزيت اللي شيط منه داك الزويته ديال الطياب. فكندهن الورقه ديالنا، غادي نحتاج جوج، ندهنها مزيان صافي، نحطها هنا على جنب وناخذ الورقه ديالنا. الجهه الحرشه دائما من الفوق، والجهه الملصقه هي اللي كتكون من التحت. فكندير اللوز هو لتحت، علاش؟ لانني كنقلب البسطيل، ملي غنقلبها يولي عندي اللوز هو لتحتاني صافي. وناخذ الدجاج ديالنا ونعمرها. فهمتوا كيف كتشوفوا؟ راها عامره. صافي دابا غادي نبدا، صافي دابا غادي نبدا نطوي. كندير شويه ديال البيض صافي، ونبدا نطويها ودائما بمساعده البيض. وانا كنزير، والا عندي الفائض ديال الورقه نحيدو. صافي وكنهبطها ونحاول نقادها مزيان على هذا الشكل. الى بانوا لي شي تنيات ندير لهم البيض. اصلا غادي نزوقهم باللوز ايفيلي من الفوق، وشي غندير ليه الكنافه صافي على هذا الشكل. وغادي نحطهم في الطاوله اللي غتدخل الفران. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله على هذا الشكل ونتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما كملتهم كاملين، فدابا غادي ناخذ هذا الزيت اللي بقى ليا وغادي ندهنهم به مزيان وغادي ندخلهم يطيبوا. الفران راني مسخناه يطيبوا غير من العافيه تكون عليهم من تحت حتى وكان يطيبوا، وعاد نشعلوا عليهم الفوق يتحمروا. بالنسبه للكميه اللي خرجت ليا، فهذه الكميه خرجت ليا 24 بسطيلة. الثمن ديال كل بسطيلة هو 20 درهم البنات، لأنهم راه ماشي صغيورين وعامرين كيف شفتو. فدابا غادي ندخلهم يطيبوا، ومن بعد ما غيطيبوا ويخرجوا من الفران، فانا قبل ما غندخلهم الفران غادي ناخذ شويه ديال الكنافه اللي غادي ندير معها شويه ديال البيض وشويه من هذا الزيت، وغادي نديرها لها على الوجه وعاد غادي ندخلها الفران. فهنا كيف كتشوفوا البنات، خديت كنافه درت فيها هذاك الزيت وشويه ديال البيض، وما غاديش ندير كلشي، انا غندير اللي دهنت، راه دهنتهم بحال هكايا. حدين غادي نديرهم هكا بالكنافه، حدين غادي ملي غيطيبوا غندير لهم اللوز ايفيلي. بحال هكا غادي نكملهم، غادي ندخلهم الفران يطيبوا وغادي نتلاقاو. وهادو هما البسيطلات ديالنا ديال اللوز كيف كتشوفوا البنات. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كيجي من بعد ما زوقتهم. وحدين درت ليهم العسل واللوز ايفيلي، والاخرين ديال الكنافه غير سقيتهم بالعسل هكاك وقديتهم على هذا الشكل. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوهم. فهنا كيف كتشوفوا ها هما باقي ليا، يعني
كاينين غادي نجمع الطلبيه الاخرى. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.